إن القوات المسلحة قد حققت طفرة نوعية في رفع مستوى الكفاءة القتالية حتى أصبحت واحدة من أقوى جيوش العالم. فقد حرصت القوات المسلحة على امتلاك مقومات العصر من العلوم والتكنولوجيا ونظم التسليح العالمية للوفاء بالمهام المكلفة بها في حماية حدود الدولة والحفاظ على ركائز الأمن القومي المصري. الحضور الكريم، نشاهد الآن مرور بعض من الأسلحة والمعدات بالقوات المسلحة. من يسار المنصة ناقلة محمل عليها الصاروخ البحري سطح سطح وعمق سطح طراز هاربون، والصاروخ البحري سطح سطح طراز أوتومات، يتم إطلاقهم من الفرقاطات ولنشات الصواريخ والغواصات. وتتميز هذه الصواريخ بدقة الإصابة والقدرة العالية على التدمير. ناقلة أخرى محمل عليها مركبة تحييد الألغام من طراز SLQ-48، والتي تعتبر من أكثر المركبات تطوراً في تحييد الألغام البحرية بأنواعها وحتى أعماق 600 متر، والتوربيدات البحرية طراز مارك 46 وطراز ستينغراي، ويتم إطلاقهم من الوحدات السطحية والهيل المضاد للغواصات لتدمير سفن السطح والغواصات المعادية. تمر الآن مركبة محمل عليها الغاطسة الهجومية SDV طراز دولفين، وهي من أحدث الوسائل المستخدمة لدفع والتقاط جماعات الضفادع البشرية الهجومية. يمر الآن اللانش القتالي طراز USMI، ويتميز بالسرعات العالية والقدرة على المناورة الحادة، ويستخدم في نقل وإنزال والتقاط والمعاونة النيرانية لجماعات الصاعقة البحرية والضفادع البشرية، وكذا تأمين المسرح البحري ضد أعمال التخريب والتهريب المختلفة. اللانش القتالي طراز رافال 1200، ويتميز بالقدرة على إنزال مقاتلي القوات الخاصة البحرية إلى الشواطئ غير المجهزة، كما يتميز بصغر المقطع الراداري مما يصعب اكتشافه من وسائل الرصد والمراقبة المعادية، وهو لانش قتالي متعدد المهام ذو بدن مدرع. قوات الدفاع الجوي، المنظومة صقر ألمانية الصنع، وتعتبر أحدث منظومات الدفاع الجوي عالميا والمنضمة حديثا لقوات الدفاع الجوي، ويمكنها اكتشاف الأهداف على كافة الارتفاعات حتى 1500 هدف وتتبع حتى 400 هدف، كما يمكنها التعامل مع الأهداف الجوية ذات المقطع الراداري الصغير.